متابعينا الأعزاء والحبر الكريم، ما زالت الانطلاقات متواصلة والفعاليات مستمرة على أرضية ميدان التحدي بتحديات وانطلاقات سن الحقايق ومسافة 4 كيلومترات. شوطنا 18 انطلق قبل لحظات لتنطلق الإثارة، لتنطلق هذه الشعارات الباحثة عن اختطاف ناموس غالي في هذا المهرجان والعرس التراثي. لنبدأ معكم وبحضراتكم بالبداية مباشرة لنتابع المركز الأول، شعار عبد الله بن علي بن شهيم المري، من يتقدم مع البداية والمقدمة ليكون حضور سبايب على المركز الأول ومع الصدارة ومع البداية والمقدمة. كما نذكر بأن الفائز في شوطنا الماضي هو مكرم لحمد بن راشد بن حمد الزبداني المري، له التهنية والناموس من قدم لنا مكرم في شوطنا الماضي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. لنعود إلى مجريات هذا الشوط لنتابع على المركز الثاني. هنالك عناقيد على المركز الثاني لمحمد بن بخيت بن برقا بن مقالع مع المركز الثاني والمركز الثالث. نتابع التسلل من قبل جميلة خلف بن سالم بن حمدان المنصوري، يتقدم شعار إلى المركز الثاني. المركز الرابع أتابع القدوم من قبل الثيبة، تعود الملكية لصالح بن راشد صالح أبا الزمات المري. والمركز الخامس التقدم بهذه اللحظات من قبل سمو عبد الرحمن بن حمد النحاب المري، من يقدم لنا سمو على المركز الخامس. هذه الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة بهذه المسيرة. لنعود إلى البداية لنتابع بن جهيم من يقدم لنا تحديات المركز الأول. يقدم لنا سبايب عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري على الصدارة. المركز الثاني جميلة جميلة على المركز الثاني خلف بن سالم بن حمدان المنصوري، يتقدم شعاره بهذه اللحظات. لكن أتابع التقدم والوصول من قبل أيها الحبل الكريم سمحة أحمد بن قانم بن علي بن حمودة الظاهري. والمركز الثالث الواصلة عناقيد محمد بن بخيت بن حميدي بن مرقام بن مقارع. المركز الرابع نتابع التسلل من قبل مشاهدينا الكرام من وصلت وتقدمت إلى المركز الرابع بهذه اللحظات، سمو عبد الرحمن بن حمد النحاب المري. والمركز الخامس التواجد من قبل حقوة غانم بن مبارك بن راشد آل حباب الهاجري. لكن أعود إلى البداية، أعود إلى أبناء ميدان الشهيد، إلى أبناء دولة الكويت، إلى شعار بن جحيم شعار النجوم بن حباب غادم بن حباب. حقوة حقوة سبايب سبايب حقوة السيارة بالانتظار. الله سبايب بن جحيم حقوة بن حباب. المركز الثالث نتابع القادمة غير كردي بن محمد بن كردي بن تويم المنخس المري على المركز الثالث. المركز الرابع بن قريع. لكن البداية بن جحيم بن جحيم شعار النجوم يسطع نجمه في هذه اللحظات، ليكون التواجد ليكون الحضور ليكون الإبداع والتميز من قبل أبناء دولة الكويت. لكن أبناء الشحانية أبناء الشحانية اللحظات الحاسمة سبايب هقوة هقوة سبايب سبايب بن جحيم يختطف الناموس في الرمق الأخير. تهانينا والناموس لعبد الله بن علي بن راشد بن جحيم المري. المركز الثاني هقوة لقانب بن مبارك بن راشد حباب الأهجي. المركز الثالث كان الوصول من قبل غير الكردي بن محمد بن كردي المنخس. المركز الرابع وصلت أمواج لعتيق بن فران آل بريد المري. المركز الخامس كان الوصول من قبل الشهانية مشعل بن ناصر بن حمد الفهيدة المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تابعنا المنافسة التي حضرت في هذا الشوط والتحديات ما بين هذه الأسماء. إذن 6 دقائق 3 ثواني 57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن علي بن راشد بن جهيم من قدم لنا السبايب خاطفة ناموس هذا الشوط، من حققت هذا الإنجاز. المركز الثاني وصلت أقوى توقيتها الزمني
ست دقائق ثلاث ثواني 89 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لقانا بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري المركز الثالث. كان الوصول من قبل غير وتوقيتها الزمني 6 دقائق 4 ثواني 35 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لكردي بن محمد بن كردي بن تويم المنخس المري من قدم